تفضل. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قراءة في كتاب عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام للإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، غفر الله له ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: كتاب البيوع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما أو يخير. إذن أيها الكرام الفضلاء، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على تمام الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، ونحن الآن انتهينا بحمد الله عز وجل في هذا السفر المبارك من ربع العبادات. انتهينا من ربع العبادات وبدأنا الآن في المعاملات، وأول شيء في هذا الربع الثاني اللي هو ربع المعاملات هو البيوع، هو البيوع. نعم، تفضل. الله إليكم شيخنا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وهذا الذي أول شيء في البيع، باع يبيع بيعا وهو من الباع، أن كلا يمد باعه، يعني يمد يده، هذا المشتري يمد باعه بدفع الثمن، وهذا البائع يمد باعه بقبضه وبدفع المثمن إليه إلى المشتري. وهذا يتكلم على الخيار في البيوع، الخيار في البيوع، والبيعان بالخيار ما لم يتفارق، هذا يسمى خيار المجلس، يسمى خيار المجلس. فما دام أنهما في مجلس العقد ولم يتفرقا فالبيع لا يلزم، فإذا تفرقا فقد لزم البيع، لزم البيع. وهذا كما قلنا أيها الكرام الفضلاء من أنواع الخيار في من أنواع الخيار في البيوع، من أنواع الخيار في البيع. وهناك الخيار، خيار المجلس، هذا هو الذي فيه الآن، وهناك خيار الغبن، وهو الإنسان لما نقول غبن فلان في بيعة، يعني ما أصابه فيها من هذا الغبن، يعني الظلم الذي وقع فيها عليه. فمثلا أنه يباع له شيء، مثلا نقول ب10 ريالات وثمنه ريال واحد، فهذا يسمى غبن، غبن فلان، ظلم، يعني ظلم فلان. وعندنا خيار الشرط، يقول له اشتريتها على شرط كذا، أو مثلا آخذ هذه البضاعة على أن أستشير فيها إلى الغد، أشاور فيها إلى الغد، أو مثلا أخذت منك هذه السيارة على أن أجربها لمدة شهر، فهذا يسمى الخيار، خيار الشرط. الخيار، خيار العيب بعد ذلك، مثلا اشترى سيارة، مثل أحد الناس يقول لنا اشتريت سيارة وبعدين وجدت إن المحرك فيه مشكلة، المحرك فيه مشكلة، ففي الحالة هذه فإنه له أن يمسكها مع الأرش. يعني ما هو الأرش يا شباب؟ أحسن شيخنا، الفرق بين سعر السلعة سليمة وسعرها معيب. أحسنتم، أو أن يردها إليه وأن يرجع الثمن.
الخيار الخامس بعد ذلك خيار التدليس، والتدليس من الدلسة، وهو خلط النور بالظلام، ومنها التدليس معناها أنه يغير ملامح الشيء ليعميه على المشتري، مثل أن يصري مثلا، أن يصري الدابة. ما معنى تصرية الدابة؟ حتى اللبن ما هي، إيش معنى تصرية الدابة؟ يعني حبس اللبن حتى يكثر. أيوة، يصريها يعني يأتي عند ضرعها، يقوم يربط بشيء كده، يخلي حوله خرقة وقماشا حتى يكثر اللبن فيها، وهي ليست كذلك، وهي ليست كذلك. إذن عندنا خيار، هذا يسمى هذا الخيار خيار التدليس. إذن عندنا خيار المجلس، خيار الشرط، خيار الغبن، خيار التدليس اللي هو كتمان البيع يعني العيب، خيار العيب. بعد ذلك عندنا خيار التخيير بالثمن خلال الخلف في الصفة، أن يقول له مثلا سأبيعك سيارة هذه الصفات، ولما تأتي تجد أن في اختلاف في الصفة، وخيار التخيير بالثمن، وخيار اختلاف المتبايعين. هذه كلها أيها الكرام الفضلاء من أنواع ماذا؟ من أنواع الخيار. بالنسبة خيار البيع بتخيير الثمن، هذه البيع بتخبير الثمن، يعني مثلا يعني أن يقول له إذا اشتريته مثلا بثمن مؤجل، أو أنك تبيع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. ففي حالة إذا اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو بأكثر من ثمنه حيلة، هذا في نوع تخبير الثمن. النوع الثاني أيضا أن يزاد في ثمن، أو يحط منه في مدة الخيار، أو يأخذ منه أرشا، اللي هو سواء كان أرش عيب أو أرش جناية. وإذا كان بعد لزوم البيع لم يلحق به، لكن وإن أخبر بحالها فذلك حسن. هذه كلها يعني اختصارا أنواع الخيار التي تكون في هذا الباب، هو باب من الأبواب المهمة التي توضح لك عظم هذه الشريعة، وأنها بعيدة عن أن المسلم يدلس على أخيه المسلم أو أن يبيعه شيئا معيبا. ولذلك كان الصحابة يقول إني أبيع وأختل، إني أبيع وأختل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له هذا القاعدة العظيمة: إذا بايعت فقل لا خلاب. هذا حديث متفق عليه. لا خلاب يعني معناها لا خديعة، يعني لا أبيح لكم أن تخدعوني، ولا أبيح لكم أن تختلوني، أو لا يلزمني خديعتك. إذا تبين لي بعد ذلك إن أنا خدعت في البيع، أنا سأرده عليك، أنا سأرده عليك. وهذا يعتبر من أنواع الخيار، وهذا يعتبر أيضا من أنواع الخيار. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذا الحديث أيها الفضلاء الكرام أصل في مسائل البيع، ولهذا الحديث متفق عليه،
هذا الحديث متفق عليه وهو أصل في هذه المسألة. حكيم بن حزام ابن خويلد وابن أخي خديجة، وخديجة رضي الله عنها عمته، وهذا كان قد اشترى زيد بن حارثة وأهداه لخديجة، وأهدته خديجة رضي الله عنها لمحمد صلى الله عليه وسلم سيدنا وقرة عيننا عليه الصلاة والسلام. البيعان، ما المقصود بالبيعان يا شباب؟ البائع والمشتري. أي طبعا. طيب ولماذا يعني ليش ما قال المشتريان؟ لماذا أطلق عليهما اسم البيع؟ من باب التغليب يا شيخ. من باب التغليب. وهذا ما هي أمثلته التي مرت معنا؟ من يذكر لنا أمثلة من أمثلة التغليب التي مرت معنا؟ القمران صلى الله عليه وسلم. القمران للشمس والقمر، ثم ماذا؟ العمران لأبي بكر وعمر، الشيخان للبخاري ومسلم، النيران للشمس والقمر، الجديدان لليل والنهار، كل هذا يدخل في باب يسمى ايش؟ التغليب. قال البيعان بالخيار، وهو هذا الصواب وليس بالخيار، بالخيار بكسر المعجمة الفوقانية، يعني كل منهما يختار ما يريد ما لم يتفرقا، يعني ما دام في مجلس العقد. هذا يسمى خيار ايش؟ المجلس. هذا يسمى خيار المجلس. نعم. طيب، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. طيب، قبل ما نأتي لمثل هذا، لو قلت لكما بائع ومشتري لم يتفرقا، فما دام في مكانهما فلا زال الشرط قائما وإن بقوا 10 ساعات. يعني لو أنا رجلا باع سلعة في أول النهار وبقي مع المشتري إلى أن انتصف النهار، فلا زال الخيار باق بينهما. طيب، من فين جبنا الكلام هذا؟ من أين أتينا بهذا؟ ما لم يتفرق يا شيخ. أيوة، ما لم يتفرق. طيب، أحيانا يسقط هذا الخيار، متى يسقط؟ إذا قال أحدهما للآخر الخيار لك وحدك، فهنا لا يعتبر أن الخيار بينهما، فحينئذ يكون الخيار له وحده والثاني لا خيار له، أو أن ينفي الخيار تماما، يقول لا خيار بيننا. ومن هنا يكون عندنا عدة صور. الصورة الأولى إما أن يثبت الخيار لهما، صحيح؟ نعم صحيح. البيعان بالخيار، فإن كان ذلك هل يستطيع أحدهما أن يفسخ العقد دون الآخر؟ نعم شيخنا. أحسنتم، لأن الخيار لهما جميعا، هذه واحدة. ثانية، وإما هذه قسمة رباعية، وإما أن يتبايع على ألا يكون الخيار لواحد منهما. طيب، في الحالة هذه يقدر هما الاثنين يفسخون العقد؟ حينئذ يلزم البيع لمجرد العقد ولا خيار لأحدهما، لأن هو قالوا ما في خيار لواحد منهم. النوع الثالث أن يتبايع وأن والخيار يكون مثلا للبائع وحده دون المشتري، إذا هنا المشتري لا خيار لهم.
والنوع الرابع أن يتبايع ويكون الخيار للمشتري والبائع لا خيار له. وهنا إذن يكون الخيار لمن؟ للمشتري. والأصل في ذلك المسلمون على شروطهم. طيب، لما قال ما لم يتفرق، هنا المقصود به التفرق بالأبدان، يعني ما لم يتفرق أحدهما عن الآخر، فإن تفرق لازم الخيار، لازم البيع آسف، وبطل الخيار. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أغلق باب التدليس، لأنه ممكن يتفرق كده ببدنه لكي يلغي الخيار وهو يدلس عليهم، فقال فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، يعني في البائع والمشتري، صدق فيما وصف من السلعة وبين ما فيها من العيوب والصفات المكروهة. جيت تبيع سيارة تقول لي يا أخي، بعضهم يقول لك روح خد اكشف عليها، طب ما انت عارف ان هناك في عيب انا ما استطيع ان انا اتعرف عليه، ولا يتعرف عليه حتى الجهاز ما استطاع ان يتعرف عليه. هنا لابد ان في الحالة هذه وتكون عندك عيب ولم تخبره به، هذا كتم وليس تبيان، وهنا تمحق البركة. ولذلك بيوعنا أغلبها البركة فيها ممحوقة، نسأل الله السلامة والعافية. أو كمن باع شاة وصراها ليكثر لبنها وهي في الحقيقة ليست كذلك، أو راح لحقون هذول الدلالة هذول اللي في الحراج، والله العظيم يقولوا لها شيء عجيب، عارف إيش يقول؟ يقولك يحط موز في الماكينة حتى الماكينة المبوشة ما تطلع الدخان الأسود، وما أدري إيش يحطون في الشكمان حتى لا يخرجن كذا وكذا وكذا. هذا في الدنيا، لكن في الآخرة السجلات حتلقاها قدامك، هناك حتجدها أمامك، وتجد أن هذول سبحان الله يلبسون على الناس، فيعني يضع لك أنوار في السيارة وأشياء، ويغير في العداد حق الكيلومتر إلى غير ذلك. فلا شك أن كل هذا الفعل أنه حرام وأنه لا يجوز. نعم. باب ما ينهى عنه من البيوع. حسبك، جزاك الله خير، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. طيب شيخنا، نفع الله بكم، التفرق عائد للعرف؟ التفرق يكون بالأبدان، أن يتفرق بأبدانهما من المكان. نعم.